وجه اعتراض حضرتك على الفنان بيومي فؤاد؟ ما فيش اعتراض يعني. هو بتعترض عليه؟ بصي، على انه بيظهر كتير قوي في كل بيومي فؤاد مسرحي كويس، المسلسلات مسرحي كويس، وتربى مسرحيا كويس، واشتغل مع او اهدر جزء كبير من حياته مجهولا على المسرح يعني وهذا. فاداله ده خبره من ناحيه، واداله جزء من الثقافه من ناحيه تانية. وهو عنده ملكه في خفه ظل، ما في شك يعني، الراجل خفيف الظل يعني، لما تشوفيه تحبي تضحكي معاه يعني. اللي حصل ان كل الاعمال دلوقتي يعني، هو في رمضان الاخير ده بيلعب بطولة 4 مسلسلات وطالع ضيف شرف في 8. كويس؟ يعني أنا عاوز أعرف إيه الطاقة اللي أنت ممكن تطلع. هو كراجل قعد 20 سنة على المسرح من غير ما ياخد فلوس ولا يكسب ولا بتاع، لكن قريت في الجرايد آخر من 2 3 كده إن وصل أجره 1.5 مليون. يعني شبعت يا عم بيومي. ليه اولا بتخلينا نخسر ممثل ممكن يبقى كويس ويبقى اضافه وسط جو في درجه من الغثيان بالنسبه للكوميديانات اللي موجودين في مصر؟ وليه بتخلينا ما نحبكش يعني؟ حتى الاعمال اللي انت بتعملها من كترها انا ما بقتش اعرف انت بتطلع في هذا العمل عشان تعمل دور ايه بالظبط يعني. حضرتك قلت ان هو بياكل عيش على قفانا. طبعا بياكل عيش على قفانا طبعا يعني. ده بس هو الاول كان بياكل عيش عشان يقول انا موجود، لكن دلوقتي انت فعلا اجرك تعدى 1 مليون.